السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بومرداس ونتكلم عن أشغال تاع الطريق الاجتنابي اللي راه يعني راه قيد الإنشاء في ولاية بومرداس لتجنب المدينة تاع بومرداس. إذا نروح نشوف المشروع هذا تاع الطريق وين يعني وين وصلت الأشغال. وهنا هنا نشوف المدينة تاع بومرداس ونشوف هنا هذا الطريق الاجتنابي، هذا هو اللي في الحقيقة هو جزء من الطريق الساحلي اللي يمتد من بلدية برج البحري إلى راه وصل حوالي تيجلابين، هنا يعني يفصل إلى منطقة الكرمة، ما يسمى بالكرمة أو ليفيغي، منطقة ليفيغي بشرق مدينة بومرداس. إذا هذا هو الانتهاء تاع الطريق ديالو هنا، ونشوف الامتداد ديالو منا إلى هنا، وهنا يكمل نشوف هنا على قرصو ويمتد إلى برج البحري عبر الساحل مرورا برغاية البحري و بدوى البحري، رغاية البحري، ثم سيركوف، عنطايا، وبرج البحري اللي ينتهي في على مستوى قهوة الشرقي، المنطقة المسمى بقهوة الشرقي. وهنا الأشغال كلها راهي منتهية إلى حدود هنا المحول نتاع المدخل نتاع مدينة بومرداس، وكذلك هنا بعض الأجزاء هادية منتهية الأشغال فيها. وهنا عندنا محول واحد آخر هنايا باش يدخل من الجهة الشرقية نتاع مدينة بومرداس، وكذلك هنا فيه أشغال، هنا رانا نلاحظ أنه فيه أشغال مازالها مستمرة، وهنا كاين محول كبير على مستوى الكرمة اللي يوصل مع الطريق الساحلي الآخر هذا اللي يروح من كاب جنات نحو كاب جنات ودلس، هذا الطريق. إذن هذا هي يعني المسار تاع هذا الطريق الاجتنابي، ونشوف أن الأشغال ما زالها مستمرة. وكذلك مع نهاية الفيديو هذا سوف نوافيكم ببعض الصور عن الأشغال في هذه المنطقة هنايا. وهنا نشوف طريق السيار ما زال الأشغال ما زال فيه. نحاول نعرف العرض تاع الطريق هذا. هنا عندنا يعني العرض هو 26 متر، يعني 12 متر، يعني فيه زوج أرويقة زائد الشريط نتاع الوقوف الاستراري لابونداري ديرجانس. إذن هذا الطريق من نوع تيب 2، يعني من نوع ثاني. خليكم مع الصور نتاع المشروع هذا، وأترككم في رعاية الله ويحفظه، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، والسلام عليكم.